بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أوجه لكم كل الشكر والتقدير على حضوركم اليوم وإعطانا جزء من وقتكم حتى نتباحث ونتداول معكم بعض الأمور اللي قاعد تحصل في البلد، وأيضا نحط إيدنا على الخلل ونكشفه، لأنه هو بداية علاج أي مرض أن نشخص هذا المرض. لكن أيضا علينا واجب أن نضع الدواء والحل لهذا المرض. أسباب الفشل أنا أعتقد بداية تكون من الرأس. المثل يقول أصلح الرأس يصلح الجسد، والرأس الذي نقصده هنا هو رئيس الحكومة، كونه هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وتطبيق ما جاء بالقوانين من خلال التشريع. من ناحية الشخصية نكل كل احترام وتقدير، ولا بيننا وبين أي خلاف شخصي، بل بالعكس تربطني معاه على المستوى الشخصي علاقة طيبة ومتميزة، وعملنا مع بعض أثناء ما كنت وزير للدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذلك عملنا مع بعض لما كنت رئيس للمجلس المبطل الثاني. ما عندي أي خلاف معه، بل بالعكس كنت أعينه وساعده ووقف معاه من أجل هالبلد. لكن هل المطلوب منه لما نوقف مع شخص مهما كان هذا الشخص نقف معاه بالحق والباطل؟ هل المطلوب أنه دام إنه يوم من الأيام سندناه لما يجي ويخطئ أو يفشل أيضا نسنده، ولا نواجهه بالخطأ ونقول إنك أخطأت وإنك فشلت وإنك أخفقت؟ هذا اللي إحنا عليه اليوم. البعض يقول إيش فيه، علي الراشد قبل فترة يدعم الحكومة واليوم ينتقدها، ليش؟ مو هذا الصح. ما يصير نكون مع الحكومة طول الوقت أو نكون ضدها طول الوقت. ولا لو جه خلال الفترة القادمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدل من الوضع وأصلح حال البلد، راح نرد نوقف معاه، ما عندنا مشكلة. القضية مو شخصانية، القضية نحدد مواقفنا على نوع هذه القضية. ليش حكمنا عليه بالفشل؟ صار له سنتين من أول ما كلف لرئاسة مجلس الوزراء. اللي قبله كان سمو الشيخ ناصر واستمر 5 سنوات من 2006 إلى 2011. كم حكومة شكل سمو الشيخ ناصر؟ 7 حكومات. 7 حكومات في 5 سنين أنا أعتبره إخفاق. لم يوفق سمو الشيخ ناصر إنه يشكل في 5 سنوات 7 حكومات، ما يصير. الحكومة المفروض تتم 4 سنوات لظروف معينة، سنتين. لكن في 5 سنين 7 سنوات، يعني معدل أقل من سنة أكثر من حكومة، هذا أمر يدل على الإخفاق، عدم القدرة على العطاء، عدم القدرة على الإدارة، عدم القدرة على الاختيار. فخمس سنوات 7 حكومات أمر واضح أنه فيه إخفاق وفي فشل. الآن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 2 سنين 7 حكومات. ايش تبون نقول له؟ احنا نقول عن الشيخ ناصر 5 سنين 7 حكومات اخفقت، خلاص انت قادر، احترامنا الكبير لشخصك. لكن 2 سنين 7 حكومات نقول له انت انجزت؟ قبل اقل من 6 اشهر شكلت حكومه عقب الانتخابات، اخترت وزرائك، خلال 5 اشهر ونص كان تغير الحكومة، معناته هذا ايضا فشل، انت قادر تختار عدل. الان يكلمونا بعض النواب يسولفون لي يقول لهم نطروا علي للصيف بغير الحكومة. والله العظيم يا جماعة هذا اللي حصل. شلون نبقى مع رئيس وزراء بهذه العقلية وهذا الاسلوب من الادارة؟ انت امام مسؤولية بلد،
واحنا محاسبين امام الله سبحانه وتعالى قبل ان نكون محاسبين امام الشعب الكويتي، لان اقسمنا. ما يجوز نترك الحبل على القارب بهذه الطريقه، ما يجوز، ما يحق لنا. وكل ما استوعب وزير وزارته غيره. الاخ سالم لدينا وزير الاسكان حدد وشخص المشكله الاسكانيه وحط رؤيه ويا المجلس بجلسه خاصه وشرح لنا هذه الرؤيه الاسكانيه، وقدم له استجواب والحكومه وقفت وياه قالت انه عنده رؤيه وراح يشتغل وحدد، ويوم يه بيشتغل كان يغيره كانه اذا لقى احد يبي يشتغل ينشال، كان اللي عنده استعداد للعطاء مغضوب عليه في هالبلد. امر غريب. ويتم اختيار الوزراء بالثانية الأخيرة. وزير دقوا علينا، نبي اليوم لازم نقسم بسرعة، دقوا شوفوا لنا واحد بدال وزير الإسكان، لأن الأخ عمران حياة اعتذر، دوروا لنا غيره بسرعة، لأن إذا ما اخترنا اليوم في أحد النواب أعلن راح يستجوبه، فخلي يلحق قبل لا يتم استجوابه يشكل وزارة. وهذه الطريقة صار لها سنين، وهذا اللي شال حال البلد. والله يا أخوان سنة من السنين أثناء مجلس أعتقد 2008 إذا ما خانتني الذاكرة، أثناء اللقاء الأول لتعارف النواب اللي حصل بعد الانتخابات، كنا في غدا عند الأخ صالح الملة في ديوانيته اللي على البحر، وأثناء الغدا يتصل علي أحد الوزراء، نواب الوزراء مستشار حاليا، يقول لي ما تعرف دكتور عجمي نبي نحطه وزير؟ قاصرنا بس عجمي، بس لازم دكتور. كذي تختار الوزاره بهالطريقه. المفروض، وهذا جاي لكم فيه طريقه العلاج، احنا ما نبي ننتقد فقط، لا، عندنا علاج، عندنا حل لكثير من المشاكل. اولا يكون رئيس وزراء قادر على العطاء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والشيخ جابر فاقد هذا الشيء، فنحتاج رئيس وزراء مختلف من نظرة والعطاء والفهم والقدرة والشهادة، ويحط استراتيجية وخطة معينة وبرنامج عمل ورؤية شو بيسوي الكويت خلال 5 سنوات على الأقل، وأيضا على المدى البعيد، لكن نقول على المدى القصير 5 سنوات الجاية شو بيسوي، شنو يبي يحقق، كذا مستشفى، كذا مشروع، كذا شارع، كذا ملعب. وسالفة الملعب هاي تفشل، بلد مثل الكويت مي قادرة تسوي ملعب كرة. يحط رؤيته ويجيب الوزراء يختارهم على هالأساس، يقول هذه رؤيتي وهذا برنامجي، تحقق لي وتضمن ولا شوف غيرك. مو يجي وزير يغير على كيفه، وزير يحط له خطة كاملة ويشتغل عليها مع فريق كامل، وعقب ما يبدون تغير الحكومة ويجي وزير ثاني عنده رؤية مختلفة، فنبدي من الأول. احنا لازم نسابق الزمن بفريق مثل فريق التتابع، الجري التتابع، واحد يسلم الثاني، لما يصير هناك سباق للتتابع بيدهم عصاية يركض أول واحد، لما يجي حق الثاني يسلم العصاية ويكمل، مو يبدي من الخط من البداية، لا، احنا كله من البداية، عشان كذي واقفين مكاننا للحين، احنا بالبداية، احنا راضين نتقدم، كل ما يا واحد خذ العصاية رد من الأول يتسابق. فلازم يحدد هذه الخطة ويا الوزير ينفذها، وإذا تغير الوزير يكمل اللي بدأ غيره، ما يبدي من الأول. أيضا عندنا مشروع ومشاريع لحل الأزمات في البلد، احنا جايين ننتقد فقط، ولا جايين نتحطم ولا نفضفض، لا، عندنا أفكار وعندنا اقتراحات، وسبق أن تناقشنا معاهم فيها، هذه مو جديدة عليهم، سبق أني عرضتها عليهم، لكن ما يبون. يا أخوان وخوات، والله هناك رغبة بعدم التنمية في البلد، هناك رغبة أن يظل حالنا مثل ما هو وأسوأ،
عندنا الأموال وعندنا الأراضي وعندنا الأيدي العاملة وعندنا مجلس يدعم حكومة، شو يبون أكثر؟ شو المطلوب؟ قبل كانوا يقولون إنه والله المجلس يعطل التنمية، وإحنا كنا نقول هذا الكلام لأنه فعلا كان في إشكالات سياسية. أي والله لا ما يصير، خلي الحكومة تشتغل. ما يصير يا أخوان استجواب ورا استجواب، ما يصير تحطون العصا في الدولاب. إحنا أيضا كنا نقول هالكلام لأنه كان هذا واقع. راحوا المجموعة المؤزمة مثل ما يسمونهم ويا مجلس متعاون، وكنا مؤمنين في هذا الكلام، لذلك أعطينا الحكومة الفرصة. يلا يا حكومة استجوابات تأجيل، لم نلغي أي استجواب، المهم تأجيل عشان تشتغلون. قوانين انقر، ميزانيات انقر، ما عندنا مشكلة، اصلحوا حال البلد. ما يبون، ما اصلحوا شيء. انجاز واحد ما حققوا حق الكويت، انجاز واحد، ويبوننا نستمر بهذا التعاون. لا يمكن، لما كنا نتعاون عشان نعطي الفرصة اعطينا الفرصة انتهت. الحين لا يمكن. وحتى لما كنت رئيس المجلس المبطل ما تغيرت مواقفي، مثل ما يقول لما كنت رئيس غير والحين عشان ما صرت رئيس غير. لا، انا حتى لما كنت الرئيس واذكر ببعض المواقف قلت للحكومة 6 أشهر تعمل تأجيل الاستجوابات، وما قصروا الاخوان والاخوات في المجلس، عانوني وكان لهم نفس الرأي، وعطينا الحكومة الأجل الكافي. لكن من عدينا بعد 5 أشهر أو 5 أشهر ونص، قربنا على 6 أشهر، قلنا انتهى الوقت، وزعلوا وقالوا أنت تحرض على الاستجوابات. قلت لا، انتهى الوقت، هذا الفرصة اللي عطيناكم إياها، الحين استجوابات مستحقة. وصوت ضد إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية، وأنا كنت رئيس المجلس بوقتها، ما قلت والله ويا الحكومة بالطالعة والنازلة. نفكر جديا ونحط حلول للوضع الحالي، موجودة الحلول، سواء الدستور. نعم نحتاج إعادة النظر في الدستور الكويتي، كثير من مواد الدستور الكويتي لا تتناسب مع هذا العصر، وضع في 62، احنا 2014، اكثر من نصف قرن، نحتاج تعديل. ومو بالضرورة التعديلات اللي سبق ان اعلنت عنها، رغم اني قلت ان هذه التعديلات قابلة للزيادة، قابلة للتعديل، قابلة للنقصان، بس تعالوا نتحاور. الان محتاجين اعادة نظر بالدستور ككل، لمزيد من الحريات ومزيد من التنظيم بما يتوافق مع العصر. ايضا ادعي الى عقد مؤتمر وطني تصالحي مع جميع فئات المجتمع الكويتي. احنا ناس مو اخصائيين، احنا اختلفنا مع مجموعة من المجاميع في فترة من الفترات على اسلوبهم في حل قضايا موجودة في البلد. نقول لا، مو هذا الاسلوب الحل، عندنا اطر دستورية، عندنا قوانين، نحل مشاكلنا بهذه الطريقة. فاحنا اختلافنا معاهم اختلاف في الطريقة، اختلاف في الكيفية اللي تحل مشاكل الكويت، مو بالخروج للشارع ولا الفوضى. لكن بالنهاية هدفنا وهدفهم واحد، هدفهم إصلاح ومكافحة ومحاربة الفساد، وإحنا هدفنا إصلاح ومحاربة الفساد. لذلك ما عندنا مشكلة معاهم ولا مع أي طرف بالكويت إذا كان هذا هو الهدف. الخلاف لمرحلة معينة وانتهى، الآن أمامنا مرحلة جديدة، نمد إيدنا للجميع من أجل الكويت، ونتسامع على خلافاتنا، مو عيب، عشان عيون الكويت تكرم ألف عين. أيضا أنا ما أدري، أخاف كبرت الوقت، سامحوني بما أن الدكتورة سعاد الطرار وما حضرت باخذ دورها، يعني باخذ وقتها صح. إذا تسامحوني يعني. كيفية تشكيل الحكومة، من اللي شكل الحكومة؟ من اللي بعد ما يكلف صاحب السمو حفظ الله ورعاه، وهذه أيضا مناسبة بقرب أسبوع الجاي يكون عيد الجلوس الثامن، نقول لك كل عام وانت بخير، ونطلب لك طولة العمر إن شاء الله والبطانة الصالحة
نقول من اللي شكل الحكومة بعد ما يكلف رئيس الحكومة قانونيا نظريا هو رئيس الحكومة، لكن واقعيا مستشارين اثنين يشكلون الحكومة، واحد يقول لهم تعالوا بالرزقكم، والثاني لما يقول له احد الاخوان يقول له ليش ما تصير انت وزير الحين فرصة، رئيس الوزراء رفيجك والمجلس مهادن، فرصة ليش ما تصير وزير الحين، ليش ما يحطك وزير؟ قال شبين بالوزارة ليش اصير وزير، انا اعين واشيل وزارة انزل نفسي اصير وزير. شوف هذه العقلية اللي يتكلم فيها، انا حط واشيل، وفعلا قاعد يحط واشيل، عشان كذي حكومتنا بهذا الرداء، هو يشيل ويحط. لذلك انا في مقابلتي في الشاهد قلت يا سمو الرئيس انفض بشتك، مشكلتك في مستشارينك، حسباتهم شخصانية بعيدا عن مصلحة البلد، والدليل اغلاق جريدة الشاهد. اغلاق جريدة الشاهد ليش؟ لانه بينت الحقائق وكشفت ايش قاعد يصير في البلد. ما تقبلوا، حطت اصابعها على الخلل وقالت المرض هني، وتكلمت عن الجميع، حتى انا يا بطاري ما عندي مشكله اذا تقبل الديمقراطيه، تقبل النقد معيب، لكن ما يرضون ان احد يمسهم. وانا هني ما اتكلم مثل ما قالوا بعض الاخوه تحليلاتهم ان عشان هاجم غرفه التجاره، ما اعتقد هذه النظره، انا اعتقد لانه تكلم عن المستشارين، ما حد كان يتكلم عن المستشارين. بلانا في هالديره مو باخواننا الوزراء اللي كلهم كل احترام وتقدير، بلانا في المستشارين. لذلك لما دقنا قوس الخطر الشيخ صباح المحمد في جريده الشاهد على طول، يا الامر من المستشار حق رئيس الوزراء حق وزير الاعلام عشان يرفع دعوه باغلاق الشاهد، وكتبوا في جرايدهم اللي يدعون انهم مدافعين عن الديمقراطيه والحريه والليبراليه يرحبون بقرار اغلاق الشاهد. ليش؟ لان هاجمتهم وكشفتهم، حطت اصابعهم بعينهم، فما تقبلوا النقد، هم بس اللي ينتقدون وهم اللي هاجمون وهم اللي حاربون، لكن لا تقولون كلمه عنه. فنقول للاخ شيخ صباح المحمد لله درك يا ابو محمد، واهل الكويت معاك، وان شاء الله بيرد الحق لاهله، والقضاء راح ينصفك باذن الله في الاستئناف. ايضا بختم في شغله، ليش وصل الحال في البلد الى هذا الحال؟ هو لان زواج الحكومة من المال هذا زواج محرم بحكم الدستور، لان دائما في الدستور يفرق ما بين التجارة وبين السياسة. هذا التزاوج اللي حصل المحرم هو اللي وصل حال البلد الى ما نحن عليه. والفلوس اليوم هي اللي قاعد تتكلم في الكويت، مو الضمائر. الفلوس هي اللي قاعد تحكم، وهي اللي قاعد تدير، وهي اللي قاعد تقرر مصيرنا كلنا. ولا يهتز لهم جفن على مليارين وربع تندفع الى شركة الداو. ليش؟ لان اصحاب التجارة لما تحالفوا مع اصحاب السياسة لهم نصيب من هذه الصفقة. ولا أعني التجار بشكل عام، أنا أتكلم عن تجار السياسة اللي يستغلون نفوذهم حتى لو هم مو موجودين داخل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، لكن يستغلون نفوذهم لتمرير المعاملات المليارية والمناقصات المليونية، يستغلون كل هذا الشيء.
ولا معقولة قضية الداو تمر مرور الكرام؟ قضية يندفع مليارين وربع من اللحم الحي من فلوسنا وفلوس عيالنا بدون لا يكون هناك مذنب واحد؟ وش يقولون في عقد التسوية؟ الوزير السابق هاني حسين بعث فريق عشان يتفاوض مع شركة الداو إلى أمريكا على أساس أنه يحاولون يقللون من القيمة. لما وصل هذا الفريق قالوا لهم ما نتكلم معاكم إلا أول شيء يدفعون 100 مليون. قالوا حق الوزير يقولون كذي، دز لهم مسج، قال دفعوا بمسج 100 مليون. وعندنا صورة هالمسج. دفعوا 100 مليون. قالوا ايش تبون؟ قالوا طيحون يعني من قيمة الغرامة. قالوا لا نطيح الفوائد ما عندنا مشكلة، بس بشرط تحطوا لنا نص في العقد يقول عمركم ما يعني تشتكون علينا، واي شيء لنا في الكويت ما تنقصون علينا فيه، لان هم يعملون في الكويت وياخذون سعر الغاز بدولار من الحكومة، والحكومة تبيعه للحكومة الكويتية وللناس ب 12 دولار، وحق هذه الشركة بدولار. يقولون وحط بالعقد ويوافقون عليه ان احنا عمرنا ما نرفع عليكم قضية، بس تكفون اخذوا الفلوس. معقولة؟ شو قاعد يصير؟ هذه ما تثير شبهات ان هناك مصالح بهذا الدفع ونسب وكوميشن بهذا الدفع؟ ما تثير الشبهات؟ وصلتنا معلومات ان هناك نسب، لكن ما نعلن عنها لين تجينا الاوراق، وان شاء الله تكون مو صحيحه. احنا ما ودنا اي كويتي متورط، لكن الاسماء اللي سمعناها اسماء ما تشبون بالفلوس، ملايين الدنيا عندهم، يا ريت محتاجين. طمع طمع ما بعده طمع. فانا اسف للاطاله، لكن والله الهم كبير. وايضا اختم بكلمة، مشروع اقتصادي، وهذا المشروع راح يطرح على الإخوان إن شاء الله في الجمعية العمومية للتجمع المسار المستقل في حالة إقامة مثل هذه الجمعية العمومية، بعد التسجيل والدعوة مفتوحة للجميع بلا استثناء للانتساب للتجمع. نقول عندنا مشروع اقتصادي حل مشكلة الميزانية في البلد اللي قاعد ترحل يوم بعد يوم. هذا المشروع يكون من خلال أن يكون الدعم للمواطنين على سبيل المثال في الكهرباء أو في الماء أو في البنزين اللي موجود، يكون لكل مواطن كويتي عدد معين من الكيلووات في الكهرباء أو في كم لتر في البنزين أو في الماء لكل مواطن كويتي أو لكل عائلة كويتية، ولكن إن تعدى هذا الحد يدفع بدون دعم مجانا للبنزين عدد من اللترات، ونزيد تدفع بدون دعم. وايضا بالنسبه للكهرباء وايضا بالنسبه للماء. في الحاله حلينا ووفرنا على الدوله ملايين الدنيا، لان ثلثين من ساكن على هذه الارض مو كويتيين، فالكويتي من حقه ياخذ بالمجان عدد معين من اللترات في الماء او في البنزين، اذا زاد عن الاستعمال المعقول يدفع يتحمل. نفس الشيء بالنسبه للكهرباء، شبب الليتات والكشافات طول الليل ما يطفيهم، ولا عنده زياده في الكهرباء لك حد معين مجانا، ان زدت تدفع بدون دعم. هذا علشان نقول احنا مو جايين بس ننتقد، احنا عندنا مشاريع لحل المشاكل، ومشكورين وسامحوني على الإطالة.